أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية في سبيل تدريس القرآن الكريم؟ لأنه إذا لم يحلق لحيته فإنه سيوقف من قبل الأوقاف عن تدريس القرآن، ويأتي بدله مدرس مبتدع يعلم الطلاب البدع ويعلمه أمور أخرى. الواجب على المسلم أن يتمسك بدينه ويتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحلق لحيته لأجل درس القرآن. يرتكب معصية علشان يدرس القرآن؟ لا، ما يرتكب معصية. إن قبلوا منه يدرس وهو يعمل بالسنة الحمد لله، إذا ما قبلوا منه فهو معذور لأنه ما يدرس القرآن، يترك تدريس القرآن. أما أنه يحلق لحيته ويعصي الله فلا يجوز هذا. إن قبلوا منه يدرس القرآن وهو متمسك بالسنة الحمد لله، إذا لم يقبلوا منه فالإثم عليهم هم، لا يدرس القرآن ولا يحلق لحيته. نعم، إذا جابوا واحد يحلق لحيته يدرس القرآن فالإثم عليهم هم، أما أنت لا توافقهم أبدا ولا تحلق لحيته. نعم.